هذه المشاهد من فيلم حرب النجوم، تم تصويرها في منطقة شط جريد في الصحراء التونسية. مارك ديرمول أحد عشاق الفيلم، زار مواقع التصوير مرات عديدة، ولكنه في إحدى الزيارات كان مصدوما من الحالة التي آل إليها واحد من أهمها، وهو البناء الذي استخدم كالبيت العائلي لبطل الفيلم لوك سكاي ووكر، والذي لم يتضرر بسبب حرب المجرات ولكن بسبب الحرارة العالية التي تسود الصحراء التونسية. وعندما عاد ديرمول وأصدقاؤه من تونس بدأوا بالمزاح قائلين إنهم سيعودون يوما لترميم المكان، وأطلقوا صفحة على موقع فيسبوك سموها أنقذوا بيت سكاي ووكر. الأمر الذي بدأ بمسحه تحول إلى حقيقة عندما تلقينا ردودا إيجابية كثيرة من الناس، قالوا لنا عليكم البدء في هذا المشروع، كيف يمكننا المساعدة؟ عندها شعرنا بأن هذه المسحه بدأت تتحول إلى مشروع رائع يقوم عليه الهواة من أجل الهواة. أطلقنا موقعا على الإنترنت لنسمح للناس بتقديم تبرعات صغيرة كدولار أو دولارين أو أكثر. أحدهم تبرع ب$600 وخلال 10 أشهر أصبح لدينا ميزانية جاهزة للبدء بالمشروع. بفضل صفحة المشروع على فيسبوك تلقى المشروع 425 تبرعا من هواة الفيلم عبر العالم. أعمال الترميم بدأت في شهر أيار مايو هذا العام، تجربة فريدة بالنسبة للمتطوعين الهواة غير المعتادين على قيد الصحراء التونسية وحرارتها التي تقارب 40 درجة مئوية. إلا أن هذه المغامرة تمثل بالنسبة لهم نوعا من سداد الدين تجاه الفيلم وتعبيرا عن حبهم له. فيلم حرب النجوم يعني لنا الكثير، فقد ترعرعنا معه وهو جزء من ثقافتنا وجزء منا، لذلك شعرنا أن علينا الذهاب إلى هناك لنسدد جزءا من الدين تجاه الفيلم وكي نقدم شيئا لعشاقه، وشعرنا أنها فكرة مثالية. أعمال الترميم انتهت في شهر حزيران يونيو الماضي وعادت إلى بيت سكاي ووكر رونقه وبهاءه. وبالنسبة لديرمول وفريقه فإن القوة ستكون دائما معهم. Remember, the force will be with you, always.